عندي أخبار جديدة. احكي. ليش ما اجيتي على المكتب اليوم؟ لأنه أمي كانت خايفة كتير مشان قصة فرهاد. قلي شوفي وبلا كتر حكي هلأ. سارة تركت بيته لزاهين. سارة أحسان حياة انتقلت على بيت عطوها يا الشركة الجديدة هلأ. عم تحكي عن جد؟ هالحكي مانو منيح أبداً. هيك رح تقدر توقف على رجليها ونحن ما صار لنا فترة مرتاحين منا وهاج. شو رأيك يا شازمة؟ برأيك سارة عندها فرصة؟ شو قصدك؟ ما عندها فرصة أبداً. هذا البيت مانو ملكها. سارة أحسان حياة رح تشوف بهي الشركة شي ما شافته أبداً. أنا ما بيهمني شو رح يصير مع سارة بالشركة، إذا بتعيش أو بتموت ما بيهمني أبداً. يلي بيهمني إنها تكون بعيدة عن طريقي، بس مو أكتر من هيك. لا تاكلي هم بنوم، سارة حياة بعدت عن طريقك وللأبد كمان. بس أنا ما بدي سارة تبعد عن زاهين أبداً. إذا عاشت سارة مع زاهين أحسن لإلنا. إيه صح، أوعك تحاول تلعب من ورا ظهري. عم تفهم علي يا وهاج؟ لا تاكلي هم، ما رح أعمل شي أبداً. أنا عم شاركك بكل الأخبار، لا تشككي بنواياي شازمة. آخر همي.